زيه زي الزمالك داخل الدوري ما بيهرجش كالعادة. الأهلي فوز كبير ولعب تقيل تقيل جدا. زي كل موسم الاهلي داخل قوي ما بيهزرش، ما هو مش متعود على خساره الدوري، باصص على الزمالك وعارف ان المنافسه ما تستحملش بدايه سيئه. نتيجه كبيره النهارده على الدراويش اللي لسه بعيد بعيد قوي عن الاسماعيلي اللي متعودين عليه. كلاسيكو مصري كان من طرف واحد النهارده والاسماعيلي من غير اي رد فعل. النهارده الاهلي كسب بنتيجه كبيره وكسب طريقه لعب هجوميه جديده وكسب قوي لاعب تقيل قادر يغير موازين اللعبه الهجوميه في الفريق تماما.